السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض كده عشاء كده جميل ولذيذ مع بعض بطريقة حلوة قوي ومميزة. ينفع بقى عشاء مثلا لجوزك ولولادك، عزومة كده يعني. تعالوا بقى نعمل ايه، الفراخ بطريقة حلوة قوي مع بعض. هنتبل بقى الفراخ مع بعض. دي فراخ هنشويها في الفرن، دي كوباية كده صغيرة لبن وعليها معلقة مستردة بالشكل ده ومعلقة كاتشب. الكاتشب ده عشان حار، انا حاطة معلقة واحدة. لو كاتشب بارد هتحطه معلقتين. وده كده صويا صوص، هحط 3 معالق صويا صوص. الصويا صوص بيبقى حلو قوي في الفراخ. دي بقى التوابل معانا: معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة بهارات فراخ. البهارات بقى والتوابل اللي انت تحبيها حطيها يعني. لو انت عايزه مثلا تستغني عن اللبن وتحطي زبادي، حطي كوبايه الزبادي اللي هي الكوبايه المعلبه دي بتاع 2 كبار زبادي يعني. صدقيني الطريقه دي في الفراخ، التتبيله دي جميله قوي ومميزه وبتدي طعم حلو قوي للفراخ. انا عاملها النهارده بوراك فراخ. حابه بقى تعمليها بفرخه كامله مثلا، اعملي زي ما انت عايزه. قلبي بقى التتبيله كلها بقى مع بعض بالشكل ده. تتبيله سهله وسريعه كده، متاخدش اي وقت وطعمها مميز قوي. هعصر بقى ليمونة كبيرة كده، هاخد عصير ليمونة. لو ليمونة صغيرة عصري ليمونتين. ليمون بقى بيدي طعم حلو قوي مع التوابل جربي بقى الصويا صوص مع المستردة ومع الكاتشب، طعمه لذيذ قوي في الفراخ ما شاء الله يعني. هنقلب بقى التتبيلة كده كلها مع بعض. هي خلاص التتبيلة جاهزة. دي بقى وراك فراخ انا جايباها بقى وعاملاها مع حلول النقع، دقيق وجنزبيل وملح وخل وليمون. بنقعها بقى واشطفها كويس، اسيبها بس منقوعه 2 ساعة كده وبعدين اشطفها كويس وابدا بقى ايه اديها فتحات كده بحيث ان التتبيله تدخل معايا في الاوراك والطعام للحم بتاع الاوراك من جوه. زي ما قلت لك عايزه تحبيها بقى تعمليها فرخه كامله اعمليها يعني. ابدا بقى ادعك الفراخ كده بايدك الاوراك كويس قوي بالتتبيله عشان تتشرب كلها من التتبيله. وتسيبي بقى التتبيله دي بقى، ممكن تعمليها قبلها بليله، ممكن تعمليها مثلا الصبح وعلى اخر النهار كده على ما تيجي تجهزي الغدا تبقى جاهزه معاكي. اقل حاجه تسيبي الفراخ في التتبيله 2 ساعة يعني. خلاص هي جاهزه بقى معايا بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده حشوه للحمام بطريقه حلوه قوي، صدقيني هتعجبك قوي الطريقه دي. حله كده حطيت فيها 2 معلقة زيت وهبدا بقى ايه افرم بصلايه صغيره كده تقطيع صغير قوي. التتبيله دي مميزه وعايزه اقولك بتخلي طعم الحمام حلو قوي يعني. هتبدأ بقى تشوحي كده على نار هاديه البصله لحد ما تصفر بس وتدبل معاكي. دي بقى الكبد كده وبتاعه الحمام. انا بس بقطع الكبده، اما القوانص هحتاجها واوريك انا هعمل بيها ايه. يا دوبك بس الكبده كده والقلب بتاع الحمام بقطعه واحطه على البصله واديله بقى رشه فلفل اسود ورشه ملح، دي معلقه صغيره كركم. الكركم بيبقى حلو قوي مع الرز بتاع الحمام يعني. زي ما انتوا شايفين كده، لو مثلا انت هتحشي الحمام انا بكف ايدي كده بملاه رز، دي كده مقدار الكف الايد دي يحشي حمامية واحده لو انت مثلا متعرفيش تعاير الرز الحمام يعني. بس انا بزود شويه عشان بحشي الرقبه بتاعه الحمام. انا عامل بقى 3 حمامات، عيرت لهم الرز بتاعهم ونقيته وغسلته وهبدا بقى اشوحه كده مع البصله والتوابل والكبده. يا دوبك تشويح كده بسيط. ودي كوباية مية كده هحطها على الرز، يا دوبك بس الرز يتشرب المية وهطفي عليه. انا مش هسويه عشان خاطر انه لسه هيستوي في الحمام، يا دوبك بس يتشرب المية بتاعته وخلاص وهطفي عليه وهحشي بيه الحمام. هو خلاص الرز اتشرب معايا، هبدأ بقى افضيه كده في طبق اللي هو بس ايه يطلع البخار اللي فيه ويبرد عشان انا اعرف احشي الحمام بيه يعني. ما شاء الله بقى شايفين الكركم مدي لون حلو قوي للرز معانا. انا بس هسيبه يبرد شوية وبعدين هبدأ بقى احشي بيه الحمام يعني. على بقى ما الرز بتاع الحمام يبرد هجيب بقى الاوراك. الاوراك دي بقى انا عملتها الصبح، تبلتها من الصبح واخر النهار بقى ايه هحطها في الفرن بكل سهوله كده. هدخلها في صينيه في الفرن وهشويها في الفرن. انت حابه مثلا تشويها على الجريلا ماشي، حابه تشويها على الفحم ماشي، اللي يريحك يعني. بس انا حبيت استسهل الموضوع كده واسهل عليكم، فانا هدخلها الفرن. هغطيها بقى كويس وادخلها الفرن كده 2 ساعة. اول ساعه على النار عاليه، بعد كده هدي النار عليها. هي خدت معايا 2 ساعة الا ربع بالظبط في الفرن وبقت جاهزه. على بقى ما اوراك الفراخ تجهز معايا كده هبدا بقى اجيب الحمام بتاعي. انا برضو نقعه وغسله كويس قوي
ده ملح على فلفل اسود. انا بحب ايه ادعك ظهر الحمامه كده من بره وقلب الحمامه من جوه بالملح والفلفل الاسود، بيديها طعم حلو قوي يعني. هبدا بقى احشي بقى بالطريقه دي. انا بفتح الحمام من عند الورك كده من تحت بكل سهوله كده، وبعدين بقفله بالقنص. هوريكم انا بقفله ازاي، ولا بيفتح مني ولا بيجرى له اي حاجه، وبيبقى مسهل عليا ان انا ايه. في ناس بتفتحه من عند الرقبه من فوق وتحشيه من فوق، انا شايفه ان الطريقه دي بصراحه اسهل، لان انا دايما بعمله كده. هبدا بس اتني الجناحه بتاعه الحمام كده لورا، وهحشي بقى الرقبه معاكم بالشكل ده ان شاء الله. يعني ممكن تبقى الحمامه صغيره، وعلى ما تحشيها الله اكبر يعني وتملاه رز كده بتبقى حمامه محترمه يعني. هحشي بقى كميه الحمام بقى، كميات بقى اللي تعجبكم. لو عندك عزومه مثلا عايزه تعملي حاجه تشرف، اعملي اكل زي اللي انا هعمله النهارده ده، ما شاء الله حاجه تشرف، بس ضعف الكميات بقى. حابه تروقي مثلا على جوزك وولادك باكله حلوه زي دي كده. خلاص انا بحط القناصه وبقفل بقى من عند الورك كده، وبتني الجناحه من فوق وبحشي الزور بالمره. انتي بقى بتحشي بقى بس يعني ايه، ما تكبسيش الحمامه رز قوي، اعملي حساب ان هو لسه هيكمل سواه وهيزيد معاكي، فعشان مثلا جنب الحمامه مثلا ما يفرقعش او الزور يفتح، ما تمليش الرز قوي يعني، اديله مساحه ان هو لسه يتشرب الميه بتاعته وهيكمل سواه وهيزيد معاكي في الحمامه من جوه، ما تكبسهوش بس قوي، يا دوبك بس انتي بتملي البطن كده بالراحه وبتسيبي فراغات، بحيث ان الحمام الرز من جوه يستوي براحته وما يعملش معاكي. دي بقى زور الحمامة دي بقى كانت فتح مني، انا هحشيه كده بكل سهولة، وبالخلة بتاعت الاسنان العادية دي هبدأ اقفل الزور عادي بكل سهولة. يعني لو مثلا جلدة اتفتحت معاكي ما تقلقيش، بخلة كده بتاعت الاسنان، خلة صغيرة اهي، وببدأ بس اذني بعملها بالابرة يعني. خلاص قفلت الزور بكل سهولة، مفيش اي حاجة يعني، وبتني بس الجناحة دي بس، معلش ايه كانت الفتحة بتاعتها واسعة شوية فقفلتها بخل. وقيت بقى الحمام ايه استوي، هنعمل بقى مع بعض رز بسمتي كده سهل وسريع. الشوربه بقى بتاعه الحمام انا حطيت فيها ورق لوري وحبهان وقرنفل وملح وفلفل اسود، وسقطت الحمام فيها يستوي. حطيت بقى زيت ومعلقه كاري ومعلقه كركم وعود قرفه وورقتين لوري وواحده لومي، يا دوبك شوحتهم في الزيت كده. وهبدا بقى ده نص كيلو رز بسمتي، معيار 3 مجات رز، يا دوبك نقيت وغسلت وانا ما بنقعش الرز، وهبدا بقى اشوحه مع التوابل بالشكل ده. ودي جزرايه كده انا بشرتها بتدي لون حلو قوي، طعم حلو قوي للرز، حطيتها كده واشوحها مع الرز بكل سهوله. وبعدين هزيده بقى ايه بالميه المغليه، لازم تكون ميه مغليه، عندك شوربه زيدي. انا بوريكي بس ان الرز معياره كان 3 مجات، فهحط له 6 مجات شوربه او ميه اللي عندك بقى اعملي بيه، بس انا حطيت نص مج زياده، يعني انا حطيت 6 مجات ونص زياده عشان انا مش ناقعه الرز، فكده معيار الرز بيبقى حلو قوي. انا بس بدوق الحدق بتاعه، لقيته عايز ملح تاني فهظبط له الملح بتاعه. بكل سهوله كده الرز جاهز معانا، والحمام بيستوي والفراخ في الفرن. انا بس كنت بتاكد كده بشوف الحمام استوى ولا لا، وقلبته على الجنب التاني وهسيبه بقى على نار هاديه ايه يستوي مع بعض. هو بس كان عايز ملح فكنت بظبط له الملح بتاعه. ما شاء الله اكله سهله وسريعه كده، ما تاخدش اي وقت، وحاجه حلوه كده يعني، ما تحبي تروق على جوزك وولادك تاكلهم اكله حلوه زي دي. عندك عزومه برضو ضعف الكميات واعملي، بتبقى ما شاء الله حاجه تشرف. خلاص الحمام جاهز معايا بالشكل ده، هبدا بقى اشيله عشان لما يبرد احمره يعني. الرز خلاص اتشرب معايا اهو، ههدي بقى النار عليه واسيبه بقى يستوي. ممكن على فكره تعملوه برز مصري عادي، مش شرط ببسمتي يعني، اللي متوفر عندك اعمليه. على بقى ما الرز يستوي هبدا بقى احمر الحمام. دي طاسه كده حطيت فيها زيت، وهنزل بقى بالحمام. حابه بقى تدهني الحمام مثلا معلقه صلصه مثلا على رشه ملح وفلفل اسود وتدهني بقى الحمام ماشي، حابه مثلا تدهني بكاتشب برضو ماشي، حابه تعملي زي كده. انا هحمره كده من غير اي حاجه، بس انا بغطيه بس كده عشان يتحمر كويس معايا. خلاص بقى اقلبه على الجنب التاني، حابه برضو تحمريه في الفرن اللي يريحك يعني. الرز حتى اتشرب معايا اهو، وهديت النار عليه. الحمام بقى ايه بقلبه كده من كل جنب، عشان كل جنب كده عشان ياخد لون حلو قوي معايا يعني. جربي بقى الحمام بالطريقه دي هتعجبك قوي صدقيني. والرز برضو سهل كده وسريع، ما بياخدش اي وقت، وزي ما قلت لك حابه تعمليه برز مصري عادي اعمليه. الاكله دي بقى ما شاء الله جميله وحاجه تفتح النفس كده. خلاص الاكل جاهز معايا، انا قدمته بقى ايه مع سلطه خضراء وسلطه طحينه
ده الحمام بالشكل ده معايا اهو. متنسوش بس تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، اهم حاجة الاشتراك في القناة عشان القناة تكبر. ما شاء الله وراك الفراخ مستوية معايا واخدة لون حلو قوي، جربيها بالطريقة دي هتعجبك قوي صدقيني. ودي سلطة خضراء بقى، ما حبيتش اعملها معاكم يعني، كلكم عارفين طريقة السلطة الخضراء. ودي شوربة الحمام وسلطة الطحينة، أكلة كده متكاملة ما شاء الله، هتعجبكم هتعجب أجوازكم وأولادكم. بألف هنا عليكم، وانتظروني بقى في فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتحطوا اللايك كده وتكتبوا لي تعليق حلو. يا رب بقى أكلة النهاردة تكون عجبتكم، وجربوها بقى واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم، ولو حابين اي وصفة اكتبوا لي في التعليقات ونعملها مع بعض. يا رب بقى الأكلة تنول اعجابكم كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.